كمرشد سياحي موجود داخل متحف قصر الباشا أقوم باستقبال العديد من الزوار سواء زوار مدارس رحلات مدرسية أو رحلات مؤسسات خاصة أو مؤسسات أجنبية كل فئة عمرية تختلف عن الفئة الأخرى خلال شرحي للزوار يتم تعريفهم عن تاريخ فلسطين بشكل عام عن تاريخ غزة بشكل خاص طبعا القطع الأثرية الموجودة داخل مدينة غزة تعود لعدة عصور مختلفة عصر يوناني، عصر روماني، عصر بيزنطي، عصر إسلامي أهم القطع الأثرية اللي طبعاً كانت مدينة غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام غنية فيها الجرار الفخارية والقوارير الفخارية أهم القطع الموجودة حالياً في داخل متحف قصر الباشا طبعاً مخطوط القرآن الكريم مزامير داود تمثال للملكة عينات للإلهة عينات الزمن الكنعاني عندنا أهم النقود اللي بتعود أو العملات اللي بتعود للعصر اليوناني تعرضت العديد من المواقع الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار الموجودة داخل مدينة غزة للقصف الإسرائيلي أهم هذه المواقع الكنيسة البيزنطية الموجودة داخل مدينة جباليا طبعا لا يتم الأمر على الاحتلال الإسرائيلي بل هناك العديد من البيوت الأثرية الموجودة داخل البلدة القديمة التي تتعرض بشكل يومي أو بشكل أسبوعي للتغيير أو للهدم أو للإزالة من قبل أصحابها أو المالكين كنت بسمع انه بوجود الاثار بوجود الاماكن الاثريه بس ما كنتش متوقعه انها بتعود للعصور هاي انه لما في الجوله اللي اخذناها وقامت فيها المرشده في اثار بتعود للعصر البيزنطي بتعود للعصر الروماني بتعود للعصر الاسلامي يعني واشياء يعني في الواحد يعني ما بعرفش انها هي موجوده في غزه وجود الاثار بحد ذاته بيثبت انه احنا كفلسطينيين لنا الاحق في الأرض هاي وخاصة الآثار التي وجدت ما بين الفترة اللي كان الفلسطينيين فيها حكم ذاتي ما بين العصر الروماني والعصر البيزنطي موسيقى
Thank you.